بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا ومرحبا بكم في فيديو شرح المحاضرة الخامسة من شروحاتنا لمادة الجاسترونتستينال تراكت اناتومي. إن شاء الله بهذه المحاضرة حنتحدث عن موضوع جديد اللي هو البيراتونيوم. هذا الموضوع بالذات لاحظت إنه الأغلبية منكم مستصعبينه، تمام؟ بناء على الرسائل اللي جتني يعني على الأقل، حسيت إنه في بعض الصعوبة أو بعض اللي هو عدم التأكد من فهم الموضوع اللي بنسميه البيراتونيوم، كونه إنه أول مرة أصلا إحنا بناخذه، مش خابر إنه إحنا أخذناه بالتعمق هذا في الفصول الماضية أو السيستمات الماضية. إن شاء الله بهذا الفيديو أنا يعني هشرح لكم كل كلمة موجودة في التفريغ، هفهمكم فكرة البيريتونيوم، كيف يكون البيريتونيوم التجويف اللي تتلقى فيه الأعضاء، وإن شاء الله خلال هاي المحاضرة أو نهاية هاي المحاضرة خلينا نقول راح تطلعوا فهمانين كل نقطة فيما يتعلق بالبيريتونيوم، حتحسوه سهل جدا. إذا فهمتوا البيريتونيوم للعلم يعني المحاضرات اللي قدام بتكون تافهة جدا، يعني فعليا بس بدك تقراها هيك نص ساعة ساعة بتكون خلصتها. أغلب القصص بيريتونيوم إذا فهمتها تفهم الباقي. طيب نبلش، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء قبل ما نبلش بالنص لازم نعرف مفهوم السيروس ميمبرينز. السيروس ميمبرينز بكل بساطه هي مفهوم يقع في مجموعه من الاعضاء في جسم الانسان. هاي الاعضاء بنسميها الاحشاء بالعربي او هو بالانجليزي الفيسرا. الفيسرا اللي هي الاعضاء اللي تتقع في تجويف الصدر وتجويف البطن والحوض، اي ثراسيك كافيتي والابدومينو بلفيك كافيتي، تمام؟ ثراسيك كافيتي والابدومينو بلفيك كافيتي. هسه هناك شو هذا المفهوم بقول لك؟ بقول لك انه الاعضاء على كي نمنع انه يصير في التماس مباشر مع الاعضاء الاخرى، تمام؟ او يحدث احتكاك ما بين الاعضاء، ربنا خلق لنا اللي هو بنسميه سيروس ميمبرينز. السيروس ميمبرينز هي طبقتين من الغشاء، هذول طبقتين تحيط بهذا العضو، طبعا طبقتين فيما بينهما فراغ، هذا الفراغ اللي بنسميه اللي هو بهاي الصوره شايفينه؟ هذا هو بنسميه الكافيتي او التجويف، تمام؟ هسه لو انت بدك تتخيل الموضوع صح شو بتساوي؟ انت بتساوي كلينشت فيست، يعني بتساوي قبضه بيدك، بعديها ايش؟ بتدخلها داخل بالون فيه هواء. رح تطلع معك الصوره اللي على اليمين هون. هسه لاحظوا انه جزئيه من البالون سوف تلامس اليد مباشره، جزئيه من البالون سوف تحيط في اليد ولكن لا تلامسها، وفي فراغ ما بينهما اللي هون طبعا بحاله البالون رح يكون فيه هواء. هذا هو فكره السيروس ميمبرينز. بس بحاله السيروس ميمبرينز بدنا نبلش نعطي اسامي. هسه قلنا انه فكره السيروس ميمبرينز لا توجد الا في اعضاء بنسميها الاحشاء او الفيسرا، صح؟ طيب هسه يعني هذا هو فيسرا الاورجن، فيسرا خلينا نقول عضو بالاحشاء، سواء القلب، الرئه بحاله الثراسيك كافيتي، او مثلا المعده والكبد. هسه بقول لك انه اول شيء الطبقه التي سوف تلامس العضو مباشره وتحتك معه من الخارج هاي بنسميها ايش؟ حزر اسمها فيسرال لير. ما هو اسم العضو فيسرا، صح؟ شو ده سمي الطبقة الخارجية؟ لا إله مباشرة، visceral layer، بس يعني بسيطة جدا. أي معنى بالعربي الطبقة الحشوية، يعني التي الطبقة الداخلية التي تحيط بالأحشاء. في عندنا الجزئية الثانية اللي هي باللون الأخضر، ده لو نلكم إياها بالسهم الأخضر زي ما شايفين، هاي بنسميها البارايتال لاير. بارايتال يعني الجانبية، فبارايتال لاير هي الطبقة الجانبية التي تحيط بالجدار الذي توجد فيه هذه الأعضاء من الداخل. يعني هنا مثلا نروح لهي المنطقة، هذا هو او خلينا هيك ناخذ مصطلحات عامه، شايفين كيف الفيسرال لاير تحيط بالعضو مباشره، هذا العضو باللون الاخضر، لاحظوا الطبقه الزرقاء هاي هي الفيسرال لاير. البارايتال لاير تحيط بالجدار الذي يوجد فيه هذا العضو، تمام؟ انه بهي الحاله طبعا جدار البطن زي ما شايفين هنا من الداخل، بعد طبقات العضلات اذا متذكرين كنا نخلص السكين سوبرفيشال فاشيا، صح؟ بعديها في عندنا الديب فاشيا، بعديها في عندنا الاكسترنال بليك، انترنال بليك، والترانسفيرسس لايرز، صح؟ بعديها ترانسفيرسس فاشيا، الاكسترا بيريتونيال فات، شو بعدين كنا نلاقي برايه البيرتونيوم، صح؟ خابرينها. طيب هسه او خلينا نرجع لهون. هسه بناء على التجويف فعنا احنا زي ما قلت لكم فعنا تجويف، فعنا ثراستيك كافيتي، فعنا الابدومينال بلفيك كافيتي، بناء على التجويف اعطيها اسم مميز. فبحاله كانت موجوده بالبطن، واحنا اصلا موضوع محاضرتنا البطن، راح نعطيها اسم اللي هو البيرتونيوم. فهاي الطبقه الداخليه اللي هي باللون البرتقالي بناديها انا الفيسرال بيرتونيوم، اي البيرتونيوم الذي يغطي العضو مباشره، والطبقة التي توجد في جدار الابدومين من الداخل هاي بنسميها البارايتال بيريتونيوم، تمام؟ والمسافة ما بينهما يوجد هناك بوتنشال سبيس، بوتنشال سبيس يعني فراغ صغير جدا، تمام؟ كثير صغير هذا الفراغ، هذا بنسميه احنا البيريتونيال كافيتي. طيب هسه نقرا هون على السريع. The peritoneum is a thin serous membrane. Peritoneum هو نوع من أنواع الأغشية ينتمي إلى عائلة السيروس ميمبرينز. Lines the entire internal wall of the abdomen. يغطي الجزئية الداخلية من الأبدومين زي ما ورجتكم قبل شوي. Covers partially or totally the organs within these cavities as well as the pelvic cavity. يغطي كمان الأعضاء من الخارج، مش شرط كلهن، أغلبهن أو أغلب أجزاء هذه الأعضاء. In males it's a close sac. في حالة الذكور راح يكون هاي
كلوز ساك، يعني ما في فتحات، ما في يعني خلينا نقول اتصال ما بين البيريتونيوم، او خلينا نكون دقيق اكثر، بيريتونيال كافيتي اللي هو مين؟ اللي هو هذا، ما راح يكون له اتصال مع مين؟ مع العالم الخارجي، تمام؟ هاي بحاله مين؟ بحاله الذكور. بحاله الاناث او الفيميلز بقول لك لا، بكون في اتصال. هسه لو نتذكر على السريع من اليو جي اس، الفيميل جينيتاليا، اول شيء في عندنا اليوترس، في عندنا اليوترس اللي هو بيطلع منها فوق على اللاترال سايد، في عندنا اليوتراين تيوب، بعدين في عندنا هون على السايد هون في عندنا الاوفري. هسه احنا بنعرف انه الاوفري بينتج لنا السكندري اوف، من السكندري اوف ترمى هنا صح بهذا الفراغ، بعدها عن طريق الحركه التي تولدها الفيمبريه، الفيمبريه اللي هي الاصابع اللي هون، النتوءات اللي تشبه الاصابع، بتساوي زي حركه تياريه تسحب البويضه والسائل الذي يحيط بها وبتخليها تمر زي هيك، بعديها هون راح تلتقي مع، او تلتقي هون هي بالليوتيران تيوب، راح تلتقي بالامبيولا، راح تلتقي مع السبيرم، بصير لها امبلانتيشن بالمنطقه اللي باللون الاخضر. هي موست كومن البوستيرير وول اوف ذا يوترس وعلى اللاترال سايدز كمان. هذا هو الوضع الطبيعي. هسه لو نركز شويه، لما السكندري اوفم تم انتاجها من الاوفري صح؟ رميناها اول شيء لسائل، وهذا السائل بعدين سوينا حركه اللي هو الفيمبريه ودخلناه لليوتراين تيوب. هاي المنطقه هون هاي باللون الابيض، شو هاي؟ هاي هي احنا عجقنا هاي. هاي هي البيريتونيال كافيتي هون، يعني هون الاوفم كانت، تمام؟ هسه لاحظوا انه الكافيتي في له اتصال، لو انا ظني اتبع بالسهم هذا، هاي هون بريتون كافيتي، تبع في اتصال مع اليوترس، من اليوترس لا السيرفكس، من السيرفكس للفاجينا، يعني في اتصال مع ايش؟ مع العالم الخارجي صح ولا لا؟ هذا هو المذكور هون. There is a communication with the exterior through the uterine tube, the uterus and the vagina. في اتصال مع العالم الخارجي الاكستيرير عن طريق اليوترين تيوب ثم اليوترس وبالاخير الفاجينا. Because this communication it could result in ectopic pregnancy. نتيجة لهذا الاتصال يمكن ان يحدث شغلة نسميها الاكتوبيك بريجننسي. هسه هاي من عند الدكتور يعني حكاها هو، بس اشرح لكم اياها على السريع. الاكتوبيك بريجننسي هو انه يصير امبلانتيشن برا المكان الطبيعي، هون المكان الطبيعي، هون باليوترس، تمام؟ هسه اذا صار غير مكان غير اليوترس هذا هو اللي بنسميه الاكتوبيك بلانتيشن، اللي هو ممكن تصير باليوتراين تيوب، ممكن تصير هون مش عارف ايش، بس ممكن انه السبيرم تتحرك وتصل للبيرتونيال كافيتي، تلتحم مع الاوفم، تساوي لنا الزايجوت، والزايجوت يساوي امبلانتيشن، والزراعه لنفسه في جدار ايش؟ البيرتونيوم. فيعني خلينا نروح لهي المنطقه، هون الاوفم صارت، وصلت كيف؟ هي هون بتكون تتحرك عن طريق حركه هذا السائل، هو موجود دائما بتحرك 24 ساعه، فلنفترض حركت لهون وساوت امبلانتيشن هيك، يعني ساوت امبلانتيشن بعضو مش مفروض تساوي بيه، يعني زي هون بهاي الحاله ترى الاستامك هذا اللي اشرت عليه انا، فبالتالي راح يؤذي الاستامك، راح يعني يثقب الاستامك، راح يثقب، احنا ضيعنا الصوره دقيقه، راح يثقب الاستامك، وبالتالي راح يصير في نزيف، النزيف بيمر من البروتونال كافيتي، بتحرك عن طريق اليوتراين تيوب، راح يطلع عن طريق اليوترس وايش؟ الفاجينا تو ذا اكستيرير. فلهيك لو تركز هون شو بقول لك، لو انت اجت عليك مريضه معاها بيريتونايتس، يعني التهاب في البيريتونيوم، نتيجة اللي انه فقبتم انت، دمرت هون في ديد سيلز، احنا بنعرف انه لما يموت خلايا صح؟ هذا احدى اسباب الاكيوت انفلاميشن صح؟ اما موت خلايا او انفكشن، بهي الحالة ماتت خلايا، في عندنا دامج فبنساوي كليننج للدبري. زائد اذا لقيت بيريتونايتس، زائد انكسبليد بليدنج فروم ذا فاجينا، في هسه دم بيطلع من الفاجينا، تمام؟ لا في منسترو سايكوم ولا مش عارف ايش، احدى الديفرنشلز لازم يكون معك اكتوبيك بريجننسي، يعني حمل برا اليوترس. هسه هاز تو لايرز البيريتونيوم، في عندنا البارايتال لاير، واحنا بنعرف انه البارايتال لاير هي تحيط توجد على التجويف الداخلي للابدومينو بالفيك افيتيز، في عندنا الفيسرال لاير اللي هي زي ما قلنا تغطي سواء جزئيا او كليا للاعضاء. هاي جدا 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 مهمه، انتم شايفين معلومه تافهه بتقول بديهيات، ركز مزبوط ايش بالضبط كان تعريفها، الفيسرال التي تحيط بالعضو من برا، تمام؟ هسه راح نشوف كيف استخدامها، او راح كيف راح استخدم هالمعلومه، وراح تتفاجئوا انه القصه طلعت جواب. هسه راح اعطيك سؤال، انا انت بتقول ايه صعب هذا السؤال، بس جوابه طول ما تفهوا هالقد طلع جوابه نص سطر. على كل البيريتونيال كافيتي از ذا بوتنشال سبيس، زي ما قلنا بوتنشال سبيس يعني فراغ صغير، يقع ما بين ال تو ميمبرينز الريفلكشن، يعني الذي تخلقه الميمبرينز اللي هو الفيسرال والبرايتال، اتس فيلد وذ ابروكسيميتلي 100 مللتر اوف فيري ثين فيلم سيروس فلويد، يعني يوجد فيها سيروس فلويد او سائل مضاد للاحتكاك، سائل مضاد للاحتكاك، وهذا السائل اللي هو بنسميه سيروس فلويد، طبعا بحاله بيرتون في عندنا تقريبا 100 مللي من هذا السائل. طيب هسه بقدر اقسم اعضاء اللي توجد في البطن الى انترا بيرتونيال وريترو بيرتونيال. انترا معناها بلاتيني ما داخل، تمام؟
انترا بيريتونيال يعني ما داخل البيريتونيوم. ايش معنى ما داخل البيريتونيوم؟ هاي البيريتونيوم صح؟ هاي البيريتونيوم. نرجع للتعريف الاصلي، هذا هو البيريتونيوم صح؟ الانترا بيريتونيال يعني توجد ما داخل هذا البيريتونيوم، يعني من اهم شروطه مين؟ يكون في له احتكاك مع البيريتونيوم. فبالتالي هون بقول لك الانترا بيريتونيال ار اورجانز كومبليتلي كفرد باي ذا فيسرال لاير اوف ذا بيريتونيوم. طب ليش الفيسرال؟ ليش ما ذكر البرايات على سبيل المثال؟ هسه اذا انت بدك تتغطى بالبيريتونيوم الثلاث طبقات هذولا، انت اهم همك تتغطى بالفيسرال. اذا تغطيت بالفيسرال كله راح يلحقك. ليش؟ لانه الفيسرال مباشره براها راح الاقي الكافيتي، براها مباشره راح الاقي البرايتل. يعني ممكن نغطي، ممكن فلنفترض هاي عضو هون تمام، راح يغطي البرايتل صح؟ فلنفترض انه غطى هذا البرايتل، هل غطاه باقي الطبقات؟ لا، بس اذا غطاك الفيسرال كل الطبقات الثانيه راح تغطيك مباشره. فبالتالي انترا بيريتونيال بقدر اعرفها انها لما الفيسرال لاير تغطي البيريتونيوم. في تعريف ثاني لإلها اللي هو انه لما الميزنتري تغطيها. هسه ما حكيناش احنا شو معنى الميزنتري، فنروح نشرح ايش بالضبط معنى الميزنتري. هسه بكل بساطه لو انت هسه سويت كروس سكشن لاي منطقه بالابدوم راح تطلع معك الصوره هاي، او بالغالب راح تطلع معك هاي الصوره. طبعا هاي على مستوى احدى الانفر فيرتبرا بناء على شكل الفيرتبرا، هاي ممكن L1 L2 مش عارف ايش تمام. اصلا هي هون الجوجنم، جوجنم هو موجود هناك تقريبا باللمبر فيرتبرا. على كل راح يطلع معك الاتي. اول شيء في عند البرايت البيريتونيوم هي باللون الاحمر تغطي ايش؟ جدران الابدومن صح. في عندنا الفيسيرال بيريتونيوم التي تغطي جدار العضو نفسه تمام، بهالحاله الجوجنم جزء من الامعاء الدقيقه. لاحظوا انه الفيسيرال بيريتونيوم من اليمين، او خلينا نجيب خرابيش بالاول، الفيسيرال بيريتونيوم من اليمين والفيسيرال بيريتونيوم من اليسار راح يلتحموا بنقطه، وهاي النقطه راح تتصل بالبرايت البيريتونيوم، تشتغل زي ستالك اي ساق صح. هاي هي اللي قدامكم بنسميها الميزنتري تمام. هاي تحديدا عشان اكون دقيق بنسميها الدورسال ميزنتري. دورسال معناها الى الدورسم او باتجاه الظهر تمام. واحنا بنعرف هاي الفيرتيبرال كولوم هو الظهر صح ولا لا؟ الفيرتيبرال كولوم يوجد على الظهر، فهاي منطقي جدا انه اسميها دورسال ميزنتري، اي الميزنتري التي توجد باتجاه الظهر. فالميزنتري زي ما انتم شايفين هو لما تو فيسرال بيريتونيوم يلتقوا بعضهم ببعض. هذا لما اثنين فيسرال بيريتونيوم موجودين راح يلتقوا بعضهم ببعض. هذا بالتالي كمان انترا بيريتونيال اورجانز اثنتين نفس الشيء. ريترو بيريتونيال، ريترو معناها الى الخلف، بيريتونيوم بالبيريتونيوم اورجان يعني عضو، فالاعضاء اللي تقع الى الخلف من البيريتونيوم. The organs that lie behind peritoneum and could partially covered by the visceral peritoneum زي مثل البانكرياس الاسندنج ديسندنج كولون. هسه نروح لهون بيقول لك شو هو الريترو بيريتونيوم اورجانز؟ الاورجانز الاعضاء التي تقع الى الخلف من البيريتونيوم. يعني مين؟ يعني هذول الشله هاي كلها تمام. بهالحاله طبعا احنا بدنا بيتحدثوا عن الاورجانز تبعت الجي اي، ممكن هاي عضلات الناشئه، يعني هذا هو بتحدث عن هذا وهذا. هذول طبعا الاسندنج والديسندنج كولون. وهسه بقول لكم ايش بالضبط حتى الاسندنج والديسندنج كولون يعني في حال انتم نسيتوها. لاحظوا انه تغطى جزئيا بالطبقه الحمراء. طب مهند قبل شوي انت قلت لنا الطبقه الحمراء هاي البرايتل، بس هو مكتوب الفيسرال. لو تدققوا شوي فيسرال بيريتونيوم، بس هون ايش اسمها؟ برايتل بيريتونيوم صح. سؤال ممكن حير كثير ناس، وانا جايين عليه يمكن سؤالين او ثلاثه، اثنين او ثلاثه من زملاء يعني بعثوا لي عنه. فكره بسيطه كثير، فكر شو تعريف الفيسرال بيريتونيوم؟ البيريتونيوم الذي يلمس العضو مباشره، فهذا برايتل. برايتل 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 صاب العضو من برا، التحم عليه من برا، صار اسمه فيسرال. هو برايتل برايتل متصل مع البرايتل، متصل مع البرايتل. هذا لو قلت لك شو هو بتقول لي برايتل، نفس خصائص البرايتل بيريتونيوم اذا له خصائص مميزه، يعني مع اني ما اتوقعش، ولكن صاب العضو من برا. اذا صاب العضو من برا شو بنسميه؟ فيسرال. خلص بس هاي هي فكرتها. هسه هو برايتل فيسرال اثنين صح، بس الاصح انك تقول فيسرال لانه تلمس العضو من برا. طيب هسه هاي الجزئيه اللي هون ما راح نفهمها الا اذا فهمنا الجزئيه اللي تحت هون. ركزوا معي، هذه الجزئيات اللي هون هاي اللي بدي اياها. اول شيء، اول شيء في عندنا شغله بنسميها الاومنتوم. الاومنتوم معناها الابرن باللاتيني. الابرن اللي هو والله حتى نسيت ايش اسمه بالعربي، خلينا نجيب لكم صوره للقصه. هذا اللي بيلبسوه لما يروحوا عشان المطبخ مش عارف ايه، هذا شايفينه، هذا هو الابرن تمام. فبكل بساطه هون العضو وهذا الاومنتوم، يعني طبقه من الغشاء تحيط به تمام. اول شيء فينا الجريتر اومنتوم. الجريتر اومنتوم خلينا نروح للصوره اول شيء، او خلينا على هاي الصوره هون ونيجي طول الصوره من هون للاومنتوم. هاي هذا هو الجريتر اومنتوم شايفينه، او انسان المكتوب هون شايفين هاي الدهن او باللون الاصفر، هذا هو الجريتر اومنتوم. طبعا يمتد لتحت يغطي اغلب الامعاء، الجزئيات الامعاء، او هاي صوره له كيف. هذا هو الاومنتوم. الجريتر اومنتوم يوصف بجريتر لانه الاكبر. في واحد ثاني هي بيشبهه بهاي الصوره، هيو
هذا هو بنسميه الليسر اومنتم. الجريتر اومنتم از فور لاير فولد اوف فيسرال بيريتونيوم. هسه بقول لك انه الفيسرال بيريتونيوم تمام التي تحيط بالاعضاء مباشره اللي هي تحديدا جايه من الستمك من المعده تمام، هون راح تخلق لي شغله بنسميها الجريتر اومنتم. بس قبل ما نشوفها نسيت اعطيك شغله مقدمه عن الستمك والاناتومي تمام. بس الستمك تتكون من مجموعه من المناطق واحنا مش دارسينها بعدنا، المحاضره السادسه راح ندرسها. في عندنا الفانتاس البادي مش عارف ايش، انا بديش ولا ايش من هذول الا بهمني هذول الجريتر كيرفتشر والليسر كيرفتشر. الليسر كيرفتشر هو جاي ميديالي تمام الى الميديال سايد او توورد ذا ميد لاين، ونسميه ليسر كيرفتشر. كيرفتشر معناها انحناء، ليسر لانه صغير فهو انحناء صغير زي ما شايفين باللون الاحمر، بينما هذا اللي هون هذا الانحناء الكبير هذا هو نسميه الجريتر كيرفتشر. بقول لك انه الجريتر اومنتم يمتد من الجريتر كيرفتشر تا تنزل لتحت توورد ذا انتستنس او تحديدا توورد ذا الكولون. هسا ركزوا معي، هون بيقول لك انه كان في فيسرال بيريتونيوم صح، هون على الاستمك هاي اللي قدامكم في عندنا فيسرال بيريتونيوم. هاي الفيسرال بيريتونيوم راح تلتحم مع الفيسرال بيريتونيوم جاي من هون، يعني واحده من الامام واحده من الخلف. يعني خلينا لو سويت كروس سكشن هاي او ليش تعرفوا ليش اسوي كروس سكشن، في هون كروس سكشن جاهزه هاي شايفين كيف الفيسرال تبعيت هاي الاستمك هيها الاستمك الفيسرال من الجهة الأولى والفيسرال من الجهة الثانية راح يلتحموا مع بعض بهاي النقطة وراح ينزلوا لتحت تمام، وبعديها راح يلفوا ويطلعوا لفوق ويتصلوا بهاي المنطقة اللي هون. هذا هو الجريتر اومنتم. الجريتر اومنتم هو فيسرال بريتونيوم التقى من هاي الجهة والتحم وسابها للانثناء اللي قدامكم. هسه من وين لوين بيمتد الفيسرال الجريتر اومنتم؟ يمتد من الجريت كيرفتشر اوف ذا ستمك، يعني من هاي المنطقة هيك بيجي تمام. نرجع للصورة عشان نأكد على القصة. هاي شايفين كيف من الجريتر كيرفجر اوف ذا ستمك، هيو بينزل 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 على نقطة معينة راح يوقف. طبعا النقطة احنا مش داخل معنا بس انا اورجيك صورة القصة كيف وين بوقف. هيو وقف تقريبا عند مستوى هون الجزئية اتوقع البيوبك توبركل ولا البيوبك سينفيسس مش عارف ايش، بس واحدة من يعني قصة لها علاقة بالبيوبس بون اوف ذا of the hip bone. على كل إن هون راح يوقف تمام، راح نساوي انثناء ويطلع ويساوي insertion بهاي المنطقة. بتعرف شو هالمنطقة؟ هذا هو the transverse mesocolon، the transverse colon بالأحرى خلينا نسميه. هسا إيش هو الكولون أو transverse colon؟ ركزوا معي، إحنا بنعرف إنه هاي الستمك صح، هاي تشبه حرف الجي. بعد الستمك راح يجي عندنا the small intestine مع دقيقة اللي هي أول شيء بتبلش بالدوادنم جوجنم، هون عندنا خرابش ثاني الإيليوم تمام. بعدين في عندنا اللارج انتستين الامعاء الغليظه اللي هي قدامكم باللون الزهري، اول جزئيه منها السيكم هي هون. بعدين في عندنا الاي سندينج كولون، اي سندينج معناها الطالع لفوق، لاحظوا ان حركته طالع لفوق صح ولا لا. بعدين في عندنا الترانسفيرس كولون، ترانسفيرس لانه جاي ترانسفيرس يعني بشكل افقي. دي سندينج كولون، دي سندينج يعني نازل. سيجمويد لانه بشبه حرف الاس، سيجمويد هي يعني معنى اس يعني. وفي عندنا الريكتم اللي هون بخزن الفيسيز. هسه احنا عن مين نتحدث؟ انه الجريتر كيرفيتشر هيو بيطلع منه اللي هو بنسميه الجريتر اومنتم صح. الجريتر اومنتم بتعرفوا وين راح يساوي انسيرشن؟ راح يساوي انسيرشن لهذا الخط شايفينه هيو هون على الترانسفيرس كولون، يعني اي جزئيه هذا بس تمام. بس بدل ما ينزل مباشره يصير يمتد من هون لهون تمام ويريح راسنا، لا حاب يصعب علينا. المهم شو بيساوي؟ بينزل لهون بيساوي انثناء بيطلع مره ثانيه وبيرتبط بيه. نطلع الصورة مرة ثانية، ببلش من الستمك من الجريتر كيرفتشر طبعا تبع الستمك، بنزل 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 بلف بيطلع لفوق بيرتبط بهالمنطقة. شو اسمها هاي؟ الترانسفيرس كولون. هو احسن انسوا لي ميزو كولون هسه بشرح لكم ايش بالضبط، بس هاي الترانسفيرس كولون ساوي انسيرشن بالمنطقة اللي قلت لكم عنها. هسه بلش نقرا. الجريتر مينتوم از فور لاير فولد فيسرال بيريتونيوم، هي فيسرال بيريتونيوم صح؟ فور لاير ليش؟ لأنه لو طلعت عليها من الأمام وهذا هو اساس الاناتوميكال بوزيشن راح الاقي اول شيء بعد ما خلصت البيرتونيال لايرز او عفوا الابدومينال لايرز راح الاقي البيرتونيوم. اول شيء طبقه رقم واحد هي، طبقه رقم اثنين، طبقه رقم ثلاثه، طبقه رقم اربعه، هو يعتبر فور لاير فولدز تمام. هذا فاتي اكيوميليشن هاي من الدكتور انه في شويه دهون وليك اصلا لونه اصفر. The anterior two layers descend from the greater curvature تمام. انه بكيف يبلش؟ اول شيء بينزل من الجريتر كيرفتشر تبع الستمك and the superior part of the duodenum. هو الجريتر كيرفتشر هذا بدي اياه، هو هيك هو بيجي هيك تقريبا بلش شوي من الدوادنم، بس هو اهم شيء انه الجريتر كيرفتشر هذا هو اللي بدي اياه انا.
هسه and hangs down like an apron، بنزل لتحت تحت زي الابرن هذا اللي هو تبع المطبخ، تمام؟ بنزل بسوينا كويل بالسمول انتستين، then turns upward، بعدها بطلع لفوق. خلينا نشوف الصورة اللي هون، شايفين كيف بنزل من الجريتر كيرفتشر، بنزل بنزل بنزل، بعدها بغير رأيه بيجي بيطلع لفوق مرة ثانية، تمام؟ بيساوي يو، يعني the turns upward and attaches to the transverse colon، بعدها بيطلع لفوق بيربط بين بالtransverse colon. If an infection occurs within the peritoneum أو abdominal cavity, part of the peritoneum will migrate to infect site to viscera to combat the infection and help prevent it from spreading to other organs referred to that is as the abdominal policeman. هاي اتوقع من دكتور حتى او ناسي الصراحه، بقول لك اذا صار في عندنا عدوى بالابدومينال كافيتي وجزئيه من البريتونيوم، جزئيه من البريتونيوم راح تتحرك باتجاه الانفكتد سايت اللي هو مثلا فيسرا بكبد او غيره، تو كومبا تو كومبا ذا انفكشن اند هيلب بريفنت ات فروم سبريدنج تو اذر اورجنز ريفير تو ذا ابدومينال بوليسمن. هذا وتطلع صوره ما لقيتهاش، بس بكل بساطه انه البريتونيوم راح تضيق على منطقه، فنفترض انه صار عندنا عدوى هون بالستمك، فنفترض تمام علشان هاي العدوى ما تنتقل من البريتونيوم لباقي الاعضاء، بقول لك البريتونيوم هون راح يساوي زي مساحه مغلقه تحيط بالعضو هذا عشان يمنع اللي هو انتشار العدوى لمناطق اخرى. هاي بتمناش كثير وانا خابر اخي انه الدكتور حكى، ناسي اذا بالسلايدات مذكوره، بس يعني مش مهم كثير هذا هون، اذا ها موجود بالسلايدات الدكتور ما ذكرهاش اصلا. على كل هسه نروح للليسر اومنتم، الليسر اومنتم اللي هو مين؟ هذا، او نشوف صوره هون، ما فيش لسه رومنتم، طيب او في بس انه بدي انظر اوضح من هيك، خلص خلينا على هاي الصوره هيك ونطل هون على لسه رومنتم. هاي لسه رومنتم شايفينه، لسه رومنتم هو بكل بساطه شغله تربط الجزئيه السفليه من الكبد بالستمك، اي تحديد من الستمك اللي هو الجزئيه هاي اللي هسه سميناها قبل شوي لسر كيرفيتشر، تمام؟ بتكون هذا الجزئيه هاي الرابطه ما بين الكبد والمعده من جزئيتين، الجزئيه الاولى تربطه مباشره بالمعده، تمام؟ هي هون، في عندنا الجزئية الثانية اللي هي تربط شوي بأولية الدوادنم، تمام؟ اللي هي بمر هاي شايفين انتوا هون، هاي تربط شوي بالدوادنم. فبقول لك انه الليسر اومنتم بتكون من رباطين او جزئيتين، في عندنا الهيباتو جاستريك والهيباتو دوادنم، نركز بسميها هيباتو من هيبا او هيبار اللي هو معناها الكبد. هيباتو جاستريك يعني الذي يرتبط ما بين الكبد والجاستروم اللي هو المعدة. والهيباتو دوادنم اي الذي يربط ما بين الهيباتيك ريجن او الكبد وايش الدوادنم. فهي قسمين بقدر اقول لكم اياها، حتى هاي هي الهيباتوجاستريك وهاي هي الهيباتودوادنم، شايفينه؟ هذا هو الليسر اومنتم اللي قدامكم. طبعا لو طلينا هون بهي الصوره، هاي هي الاستمك اللي بربط الاستمك مع هذا اللي قدام، هذا هو الليفر طبعا اللي بربطه، هذا الخط صح؟ شو بدي اسمي هذا الخط؟ ليسر اومنتم، وصلت كيف؟ فالليسر اومنتم بشكل اساسي بربط الاستمك مع الليفر، وله جزئيه بسيطه تربط مع الدوادنم، بس اهم او اكبر جزئيه اللي هي مع الستمك نفسها. كونكت ذا ليفر تو ذا ستمك اتاتشز او اتاتش سوبيريور تو ذا بورتا هيباتس اند ذا فيشر فور ليجمنتوم فينوسوم. هاي شغلات يعني خليها لمحاضره الكبد، بس بكل بساطه نروح لصوره من الكبد. الكبد من ورا، هاي الكبد من قدام، انا بدي صوره له من ورا. هيا هاي الصورة من ورا شايفينها؟ هاي المنطقة اللي هون في انثناء، انتم هو مش مبين بالصورة بس بطلع منه الأنابيب اللي قدامكم شايفينها؟ هاي المنطقة بنسميها البورتا هيباتس، وهناك في عندنا كمان فيشر أو انثناء للداخل بنسميه ليجمنتوم فينوسوم. حاليا أنا لو مكانكم بدققش بيه، حتى ما بدقق بيه، هاي قصة رح ندرسها إن شاء الله لقدام بالليفر، إذا أنت فهمتها هناك خلص هاي القصة يعني بتصير ايزي. Extends inferior to the lesser curvature of the stomach and the first part of the duodenum. يمتد من البورتا هيباتس، هاي اهم جزئيه للعلم، بورتا هيباتس لوين؟ للجزئيه السفليه اللي هو lesser curvature و first part of the duodenum. يعني يمتد من او هاي الصوره هي كانت هيها من البورتا هيباتس، هي من ورا طبعا مش مبينه هي، الى lesser curvature of the stomach وبيمتد لل first part of the duodenum، اي جزئيه الاولى من الدوادنم. Its right free margin for the lesser omentum contains the portal vein. Posteriorly the bile duct and the hepatic artery. ركزوا شو بقول لك، right free margin. Right free margin يعني الطرف او الحد على اليمين. طب كيف بدي اعرف اليمين بهي الصوره؟ احنا بنعرف انه الكبد يقع على اليمين فهي الرايت، السبلين هي الطحال اللون الورد شايفينه هذا اللفت، فهو بقول لي right free margin. Right free margin بتحرك باتجاه اليمين يعني هيك، free margin هيها شايفينها؟ راح الاحظ فيها ثلاث vessels او ثلاث شغلات، تمام؟ فعلا البورتال فين اللي هو
او في داعي راح اشرحها اخر محاضره. البايل داكت اللي هي القناه الجامعه للبايل، تمام، راح توجد طبعا البورتال فين راح يوجد الى الخلف اكثر شيء بوستيريرلي، هاي هيك فنفترض بوستيرير، هاي هيك انتيريرلي، هذا هو راح يكون باللون الازرق، هذا هو البورتال فين. البايل داكت والهيباتيك ارتري بما انه البوستيرير سايد اتاخذ ظل الانتيرير، ففي عندنا انتيرير تو ذا رايت راح يكون البايل داكت يعني الانتيرير الى اليمين، وفي عندنا الانتيرير تو ذا ليفت هذا هو راح ياخذ الارتري. الصوره نفسها بتقدر تورجينا القصه. المايل هسه قلنا انه الفين هو المخذ الجزئي اللي ورا صح، البوستيرير ظل على الانتيرير، الانتيرير في واحد ميال لليمين هاي الرايت اللي هو مين باللون الاخضر اللي هو مين البايل داكت، والجزئيه المايله لليسار انتيرير اند تو ذا ليفت اللي هي مين اللي هي هون الليفت زي ما حكينا، هاي هون سبلين ما هو هاي الليفت، فانتيرير تو ذا ليفت اللي هو مين هذا هو الشريان شايفين هون. طبعا هو هون مكتوب لكم الهيباتيك ارتري، تقدر تحددوه اكثر شوي اللي هو البروبر هيباتيك ارتري، بس هاي باخر محاضره عدلوها اكتبوا بروبر هيباتيك، بس انه يعني اخر محاضره راح تشوفها. هسه جاسترو سبلينيك ليجمنت، ليجمنت الرباط يعني يربط ما بين شغلتين، شو هذول شغلتين؟ جاسترو والسبلينيك، الجاسترو اي المعده والسبلينيك السبلين، كونكت ذا ستمك تو ذا هايلم اوف ذا سبلين. بكل بساطه طلع على الصوره او هون في صوره افضح للقصه كلياتها، هيها شايفين كيف؟ هذا هو الستمك، هاي هو السبلين على اليسار، في شيء بربطهم شو بنسميه؟ جاسترو سبلينيك. بكل بساطة نشوف معنا نظرة ثانية للقصة عشان أورجيك وياها بشكل أفضل. هاي هون هون السبلين راح يكون هيك راح يكون شكله، بدي أشوف لها صورة القصة ومعنى واضحة صارت ما مش هون هو هيو هاي لو نيلكوا إياها حتى أنا باقي عارف حالي راح أدور عليها وأقعد أدور عليها. هيو هون شايفينه باللون أصفر بربط ال greater curvature of the stomach to the spleen. ايبي بلوبيك فوريمن، ايبي معناها فوق، بلوبيك اللي هي معناها الاومنتم، تمام، الاومنتم او بلوبيك الاثنين نفس معنى، او بلويك عفوا بلويك او اومنتم الاثنين نفس الشيء. ايبي بلويك فوريمن يعني الثقب الذي يقع الى الاومنتم او اي واحد لجريتر اومنتم. طلع على الصوره هون الجريتر اومنتم فوقيه، هون راح الاقي فتحه بهاي الجهه مش باينه هون، بنسميها الايبي بلويك فوريمن. شوف لها صوره بالله، هون هو راح يكون، بس دقيقة شوف لها صورة، هاي مهمة القصة، والسلايدات هي الصورة، لا ولا هاي، ولا هاي، هون زي ما قلت لكم أنا بس إنه ضيعناها. انا خابر من سلايدات دكتور في صوره للقصه ليبي بلوك فوريمن، هيها ايوه هيها شايفينه، هيا انزل شوي من الكبد اطلع شوي من المعده تلاقي هذا الثقب اللي هون، هذا هو بنسميه الايبي بلوك فوريمن. طبعا الايبي بلوك فوريمن باقي القصه اللي هون هسه راح ندرسها، بس بعد ما نفهم او نرجع شوي نفهم قصه من فوق. طبعا بنسميها اوبننج تو ذا ليسر ساك اند فوريمن اوف وينسلو، كله نفس المعنى. في جزئيه هون احنا سحبنا عليها صح، سحبنا عليها لانه لازم نفهم اول شيء شو معنى الاومنتم سواء جريتر او ليسر، بعدين تنفهم شو معنى الليسر ساك والجريتر ساك. هسه بيقول لك انه البيريتونيوم، هذا البيريتونيوم لدى شخص، تمام، البيريتونيوم هذا الفراغ بقدر اقسم قسمين، طبعا القسمين هذول اساس تقسيمهم اللي هو الانثناءات الناتجه من البيريتونيوم نفسه، مش احنا هسه حكينا في عندنا الجريتر كيرف الجريتر اومنتم والليسر اومنتم مش عارف ايش، هذول راح يخلقوا لي فراغين في البيريتونيوم. طبعا زي ما شايفين هون هذا هو الكبد، هذا هو الستمك، الرابط بيناتهم شو نسميه الهيباتوغاستريك او اللي هو جزء من يعني الليسر اومنتم صح. هون لاحظوا هاي الستمك تتصل بايش بالترانسفيرس كولون، شو بنسميها القصه الجريتر اومنتم، لاحظوا انه الليسر اومنتم والجريتر اومنتم بيخلقوا لي فراغ، هاي هون من هون مسكر من هون مسكر من هون مسكر، فبالتالي صار عندنا الفراغ باللون الازرق وفراغ باللون ايش البرتقالي او الزهري. خلينا نشوف بالله هاي الصورة شايفين كيف، هيك هو أصله البيريتونيال كافيتي، هاي هون هذا بيريتونيال كافيتي، هذا بيريتونيال كافيتي، هذا بيريتونيال كافيتي، هذا بيريتونيال كافيتي، كل هذا بيريتونيال كافيتي. لو أنا بلشت هسه أقسمه راح أقسمه بناء على زي ما حكينا الجريتر أو أساس تقسيم الليسر رومنتم والجريتر رومنتم، راح يطلع معنا المنطقتين اللي قدامكم، المنطقة باللون الأسود والمنطقة باللون الأخضر. المنطقة باللون الأسود زي ما أنتم شايفين تمام هي المنطقة الصغيرة صح، شو بسميها؟ الليسر ساك،
بينما المنطقة باللون الأخضر هي الكبيرة فبنسميها الجريتر ساك. الجريتر ساك اتس بارت اوف ذا بيريتونيال كافيتي، جزئية من البيريتونيال كافيتي نفسها، which lies posterior to the anterior abdominal wall. هاي الجملة شايفينها، هاي بصم، هاي إذا بتنساها يعني تجيش على امتحانك الصراحة يعني. هاي الجزئية هاي اللي بدي إياها أنا. وين بقى مباشرة؟ ورا الأنتيرير أبدومينال وول. وين الأنتيرير أبدومينال وول؟ هي هون، هيو ورا مباشرة راح ألاقي اللي باللون الأخضر، إيش بنسميها؟ الجريتر ساك. The peritoneum lines the posterior aspect of the inner of the abdominal wall. The peritoneum يغطي الجزئية الداخلية من الابدومينال وول، صح؟ اللي هي أو فيش داعي يعني شرحت لكم إياها أكثر من مرة. Then the inferior surface of the diaphragm. نرجع للصورة. هذا الدايافرام، حجاب الحاجز الذي يفصل تجويف الصدر ثراسي كافيتي عن الابدومينو بيلفيك كافيتي اللي هو تجويف الحوض، تمام، والبطن. في هون الدايافرام باللون الاحمر، لاحظوا انه هذا الليسر او الجريتر ساك اللي باللون الاخضر تمتد من هناك، صح؟ تبلش هناك. The posterior wall of the cavity from where it's reflected to the superior surface forming the coronary ligament of the liver. بقول لك بعديها هاي الانثناءات راح تكونت، تمام، اللي صنعت لي هذا الجريتر ساك. لو اظن اطلع سوبيرير 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 بالاخير راح ينتهي عند هاي المنطقه. هاي المنطقه هون هذول الطبقتين، خلينا نرجع نقيم الخرابيش او نيجي على هالصوره عشان هاي ادق. هاي الطبقتين راح يلتحموا وراح يسووا له ليجمنت او رباط، وهاي الليجمنت بنسميه الكورونري ليجمنت. وهسه كمان شوي حندرسه، احنا بس ركزوا لي على جزئيه الجريتر ساك نفسها. طيب هسه لسر ساك اور اومنتال بيرسا، نسيت اورجيكم انه هون اول محاضره البيرسا معناها فلويد فيلد ساك، يعني تجويف فيه سائل، وطبعا هذا تجويف كبير، بينما الريسيسيز اللي هو سمول سبيس، يعني سمول سبيس او مساحه صغيره فيها ممكن يكون سائل ممكن يكون فيها يعني فراغ، بس بشكل عام البيرسا يعني اللي هو تجويف فيه كثير سائل، تمام. لسر ساك او بسميه الاومنتال بيرسا، ليش بنسميه الاومنتال بيرسا؟ لانه يقع بين الاومنتم، تمام، يعني الاومنتم هو اللي بيحدد مساحته، يعني هذا الليسر اومنتم اللي بيربط بين الكبد والستمك، هون الجريتر اومنتم اللي بيربط ما بين الجريت كيرفتشر اوف ذا ستمك اند ذا الترانسفيرس كولون، فهم اللي بيحددوا لي وين هو. فاحنا بنسميه اما الليسر ساك لانه الاصغر، او الاومنتر بيرسا لانه اللي بتصنعه مين؟ الاومنتم، سواء الجريتر او الليسر. البيريتونيال باوتش ذات لاينز بيهايند ذا ستمك اند ذا الليسر اومنتم. هاي قديش مهمه هاي القصه، كثير كثير مهمه، انه يقع الى الخلف من الستمك والليسر اومنتم. بحاله الجريتر ساك كانت تقع مباشره ورا البيريتونيال او الابدومينال وول، صح، مباشره، بينما هذا خلينا نروح للصوره الملونه، لاحظوا وين بقع اللون الاسود، ها، يقع خلف هاي، صح، يقع خلف هاي، صح. فمين هذول؟ هذول اللي هون، هذول الخطوط، هذول هسه رسمت لكم اياها، اللي هي مين؟ اللي هم الاومنتم نفسه، تمام؟ طبعا هو تحديدا او اكبر جزئيته لو تركزوا ورا الاستمك والليسر اومنتم، هذا هو الليسر اومنتم، هذا هو الاستمك، هي هون. لو قصيت هيك اغلب الجزئيه اللون الاسود زي ما شايفين تقع خلفهما، طبعا في هون جزئيه كمان هسه راح نحكي عنها يعني. It projects upward as far as the diaphragm اللي هو superior recesses، بقول لك يمتد اعلى نقطه له هاي. هون راح تخلق فراغ، وهذا الفراغ فيه شوية سائل وصغير بالحجم، شو بسميه؟ ريسيسيز، صح؟ هذا بنسميه السوبيريور ريسيسيز، مع اللي هو فوق راح يكون الدايفرام، هاي زي ما شايفين هون. انفيريور ات لايز وذين ذا فولدنج اوف ذا جريتر اومنتم، لو تنزل تحت، تمام، الجزئية السفلية له راح يكون ما بين الفولدنج اي الانثناءات اوف ذا جريتر اومنتم، يعني انثناءات الجريتر اومنتم هي راح تخلق لنا مساحة اللي راح يكون فيها الليسر اومنتال او الليسر ساك. Its lower part is usually obliterated due to the reflection of the anterior and posterior layers of the greater omentum. يعني اللي بيساعدنا في خلق هذا الفراغ اللي قدامكم هذا هو الجريتر اومنتم على الطرفين، فاذا الجريتر اومنتم ضغط عليها راح ايش؟ يسكر هاي التجويف، وهذا هو اللي بتحكيه هون. الباوندريز، الباوندريز اذا انت بتعرف الصوره ما في داعي تبصم الموجود هون. طيب اول شيء بدنا نعرف انه في عندنا شغله بالليفر بنسميها الكودات لوب، خلينا نجيب صورة للقصة. هاي الليفر أو الكبد بقدر أقسمه أربع أقسام، تمام، من الأمام راح يكون عندي قسمين اللي هو الرايت لوب والليفر والليفت لوب، تمام، من الخلف بيبين عندي تو لوبز إضافيات اللي هو الكوديت والكوادريت. كوادرا معناها أربعة، كوادريت اللي هو لأنه جايز المربع زي ما شايفين هون باللون الأخضر، فبيظل عندنا آخر واحد اللي هو الكوديت اللي هو باللون الأزرق. هسه هذا الكوديت طبعا هنشوف صورة هون جاي تقريبا، فلاحظوا انه يوجد الى الامام من هاي الساك او هذا التجويف. فانتيرير وول خلينا نطلع صوره ونظل متابعين عليها. طيب نجيب الخرابيش كمان
هسه ركزوا معي. الانتيرير وول، انتيرير وول لهاي للليسر ساك اللي هي باللون الاسود بهاي الصوره شايفينها. اول شيء كودات لوب اوف ذا ليفر اللي هو مين؟ هاب الكودات لوب اوف ذا ليفر هو موجود. بعدها الليسر اومنتم، انزل شوي تحت راح تلاقي هذا الرابطه ما بين الكبد والمعده اللي نسميها الليسر اومنتم. بعديها باك اوف ذا ستمك الجزئيه البوستيرير للمعده اللي هي هاي. بعديها انتيرير تو لايرز اوف ذا جريتر اومنتم الجزئيه الاماميه الثلثين يعني من الجريتر اومنتم يعني مين؟ هذا، هذول باللون الاحمر هذا هو الانتيرير وول. نغير للون الازرق ونشوف البوستيرير وول. البوستيرير وول بوستيرير تو لايرز اوف ذا جريتر اومنتم الجزئيه الخلفيه لا هذول الطبقات الجريتر اومنتم زي ما شايفين باللون الازرق. بعديها في عندنا الترانسفيرس كولون، هاي الترانسفيرس كولون هاي هون صح. بعديها في عندنا الاسينج لاير اوف ذا ترانسفيرس ميزوكولون، هذا هو الميزوكولون اللي هون هسه بحكي لكم عنه ايش هو بالضبط، بس يعني هيو كمان جزئيه بوستيرير. الاسينج الجزئيه اللي طالعه لفوق شايفين انه باين على اسم طالع لفوق زي هيك جاي هو صح. هسه في عندنا الابر سيرفيس اوف ذا بانكرياس، نيجي للصوره هاي البانكرياس ريتروبيريتونيال اورجان، هاي البانكرياس هم شو اسمي لا هي حاطين سهم بانكرياس. هاي كمان شويه في عندنا the left suprarenal and the upper end of the left kidney، راح يكون هون عندنا الكليه اليمين اليسار والسوبرارينال اي الغده الكظريه اللي تقع فوق الكليه مباشره او الادرينال جلاند كنا نناديها. هسه ليش الليفت؟ لانه اغلب الرايت سايد ماخذه الكبد تمام، الليفت سايد ما في كثير اعضاء هناك في الليسر اومنتم بيكون اكبر هناك او ميل اكبر، زائد احنا صرنا سام نحكي ورا الستمك مش عارف ايش الستمك وين جاي مايله لليسار. خلينا نروح لصوره للقصه، هاي الستمك شايفين كيف؟ هاي الليفت سايد هاي الرايت سايد هي مياله لليسار، فهون وراها مباشره مين راح يكون في عندنا؟ الليفت كيدني والليفت سوبرارينال. الباوندريز هسه الابر بوردر اكستنس فروم ذا بورتا هيباتس، خلينا نرجع للصوره. الحد العلوي لامين؟ للليسر ساك اللي هو مين يعني هذا. يمتد على نفس امتداد الليسر اومنتم من البورتا هيباتس زي ما شايفين هون فروم ذا بورتا هيباتس فيشر of for the ligamentum venosum زي ما قلنا هاي الدقيق وش بيها راح ندرس لقدام to the lower end of the esophagus اي جزئيه السفليه للاسافجس يعني مين؟ يعني هون بهاي النقطه اللي هو راح يلتح بيها مع المعده. اللور بوردر الانفيريور مارجن اوف ذا جريتر اومنتم الجزئيه السفليه اللي هو المارجن اي الحد الذي يخلقه الجريتر اومنتال فولز اللي هو قدامكم. في عندنا هسه الليفت بوردر الليفت مارجن اوف ذا جريتر اومنتم عند ذا جاستروسبينيك لينو اللي هو جاستروسبينيك هو نفسه اللينو رينال ليجمنت، بس خليني اورجيك صوره للقصه. اول شيء هاي الصورة رح تساعدنا تمام. اللون الأصفر هذا هو الجي آي تراك تحديدا هاي الستمك، يعني هون ببلش الستمك هيها نحط له حرف اس، هذا هون الليفر، هاي هون السبلين تمام. الليفر هي هون ميال لليمين هذا هو الرايت سايد، هاي هون معناته الليفت سايد تمام. هسه بقول لك انه هذا الليسر ساك الليفت بوردر الحد اليسار الليفت مارش اوف ذا جريتر اومنتم راح يكون جزئي منه الجريتر اومنتم اللي هي هون راح تكون مش مبينه هي بالصورة، والجاسترو سبلينيك او اللينو رينال ليجمنت يعني هذا هي هون هذا هو الليسر ساك هي هون جاي ورا المعده صح ورا الكبد هي هون هذا هو الفرق اللي هون هذا هو الليسر ساك. لاحظوا انه الجزئيه اليسار له هيها راح يكون في عندنا ايش هاي الليجمنتس اللي هون هاي الليجمنتس اللي قدامكم واحد بيربط ما بين او هو بشكل اساسي يربط ما بين المعده جاسترو والسبلين اي الطحال فبنسميه الجاسترو سبلينيك ليجمنت. رايت بوردر اللي هو رايت مارجن ذا جريتر اومنتم ان اوبننج تو ذا ليسر ساك، هون في عندنا الجريتر اومنتم كمان بيمتد لفوق وبسكر عليه، وفي عندنا الاوبننج اي فتحه انتو ذا ليسر ساك اللي هي مين؟ الابيبلويك فوريمن اللي هي هون. هذا هو الرايت سايد. ليش رايت سايد؟ لانه هاي الليفر انا بطلع عليه فانا بطلع على الرايت سايد. لاحظوا في عندنا فتحه هي بنسميها الابيبلويك فوريمن اللي طبعا راح تكون موجوده على الرايت بوردر لهذا الساك تمام. هسه بعد ما فهمنا القصص نشوف الابيبلويك فوريمن وشرحه. بعرف شوي عجقة هي بس أنا شفت هاي أنسب طريقة لشرح المحاضرة، بدك شوية يعني تتحرك على مدى التفريغ عشان تقدر تفهم كل شيء. يلا خلينا نستعجل شوي عشان ما نطولش عليك. هو الإبيبلوك فوريمن أو ليسر ساك أوبننج تو ذا ليسر ساك الفتحة في الليسر ساك أو الفوريمن أوف وينسلو كله نفس المعنى. The greater sac and the lesser sac are intercontinued through this foramen. يعني يربط ما بين السائل الذي يوجد في الليسر ساك والسائل الذي يوجد ما بين الجريت او الذي يوجد في الجريتر ساك. الباوندريز in front the free border of the lesser omentum. يعني الامام منه راح الاقي الليسر اومنتم. خلينا نشوف الصوره مره ثانيه.
احنا عايمين نتحدث عن هذا الثقب اللي هون، انا بدي لونه باللون الاخضر عشان نقدر نتابع مزبوط، تمام؟ طيب طلعوا على اللون الاخضر وشوفوا هسه شو بدنا نسوي. من الامام شو راح الاقي؟ هذا، وهذا الرابط، ركزوا شوي، البربط ما بين الكبد والستمك، صح؟ شو بنسميه؟ الليسر اومنتوم. اذا in front the free border of the lesser momentum. وذن اتس كونستنتس، يعني هون راح يكون في عندنا الشغلات اللي بيكون فيها الليسر اومنتوم اللي هم او خلينا على هاي الصوره بدي اياها انا، هاي خلينا نشوف هون هون الصورة ذا بلكي لقينا لها. طيب مش مشكلة، خلينا هون هي القصة معناته. هسه طولها من هون، هيها قلت لكم قبل شوي انه هون الاي بي بلوك فورامين، صح؟ لاحظوا انه جاي على نفس المنطقة اللي هون في عندنا الرابط ما بين الليفر والدودنم اللي هو سميناه قبل شوي الهيباتو دوودينال ليجامنت. لاحظوا فيه 3 ستراكشرز، البوستيرير اللي هو مين؟ الفين، البورتال فين، الانتيرير تو ذا ليفت اللي هو الارتري اللي هو بروبر هيماتيك ارتري، وتو ذا ليفت اللي هو في عندنا انتيرير تو ذا ليفت اللي هو او تو ذا رايت عفوا اللي هو باللون الاخضر، اللي قدام كله هي السيستيك داكت. فهذول راح الاقيهم كلياتهم وين؟ على الفرونت اللي هو طبعا هون احنا قلنا الاي بي بلوك فورامين هو راهن مباشره، فامامه هو هون جاي من ورا، تمام؟ مش مبين لنا. فاول شيء امامه راح يكون هاي القصص اللي احنا حكينا عنها، الليسر اومنتم وجزئيه من الليسر اومنتم اللي بنسميها الهيباتو دوودينا ليجمنت اللي بيحتوي على الثلاث ستراكشرز حكينا عنهم. In behind the peritoneum covering the inferior vena cava. نرجع للصوره. هون شايفين كيف؟ هون طبعا على طلع الفرتيبرال كولوم هاي الايورتا راح بجنبه مباشره بس لليمين مايل اكثر اللي هو الانفيرير فينا كافا الاي في سي. لاحظوا انه راح يكون بوستيرير لمين؟ هاي الثقب او هاي الفتحه. والبرتونيوم اللي بغطيها اكيد. ابوف اللي هو ذا روف بريتونيوم اون ذا كودت بروسيس اوف ذا ليفر اللي هو اشرنا عليه قبل شوي، هاي هون الكودت لوب اوف ذا ليفر. وفي عندنا بلو او الفلور اللي هو ذا بريتونيوم كفرينج ذا commencement of first part of the duodenum and the hepatic artery before ascending between the two layers of the lesser omentum. هاي بدها شوية شرح. هسا نرجع للصورة او خلينا نرجع هاي احسن. هسا احنا بنعرف انه خلينا نجيب من هون صورة من هناك صورة. احنا بنعرف انه بعد ما تنتهي الستامك، صح؟ رح يجي عندنا الدوادنم، صح؟ الدودنم اللي هو الاثني عشر العربي. الدودنم طبعا اربع اقسام اللي هو انتم قدامكم اللونات، هذا first second third fourth. هسا ركزوا مزبوط ايش بدي احكي انا. السمك راح يطلع منها وراح يجي عندنا الدوادنم، صح؟ نطلع الصوره، هاي الستمك، صح؟ لو طلعوا او تركزوا بالصوره راح نلاقي انه هاي البرايات البيريتونيوم، صح؟ هي هون، هي هون في عندنا جزئيه من الدوادنم هي تقع هناك. فكيف وصلت الدوادنم هناك؟ اكيد عبر زي هيك. في صوره للقصه دورتوا، هاي في هيك امشي بهالحركه اللي انتم شايفينها قدامكم، هاي هيك راح تحرك الدوادنم. وهذا هو اللي بحكيه هون انه الفلور اي ارضيه هاي المنطقه مين يعني اللي هو الايبي بلوك فورامين. لو نرجع للصور مره ثانيه، هاي الايبي بلوك لو تنزل لتحت الجزئيه هاي هيك راح يكون في عندنا الدوادنم. فبقول لك انه بلو اور ذا فلور ذا بيرتونيوم كفرينج ذا فيرست بارت اوف ذا دوادنم وهو بيتحرك باتجاه الخلف. في عندنا كمان هيباتيك ارتي من هاي الصوره بس راح يكون يعني مارب هناك ايضا بكل بساطه. وهذا بيسوي لنا الفلور اللي هو الفاوند ان ذا او بيفور ايستينج بتوين ذا تو لاير اوف ذا ليسر اومنتم قبل ما يطلع الدوادنم لفوق اكثر. هاي هي قصتها، هيك تقدر تتذكرها الفلور، تمام؟ بهذا الشكل. طبعا عشان تكونوا بالصوره يعني بس الفيرست بارت اوف ذا دوادنم انترا بيريتونيالي اللي هو هون، السكند الثيرد الفورث اللي هما سورجتكم صوره القصه هذول، هاي الاجزاء اغلبها ريترو بيريتونيال راح تكون، بس الفيرست بارت هو او اللي هو فوق الامبيول اتوقع من الفاتر راح يكون هناك الانترا بيريتونيال، الباقي كلها ريترو بيريتونيال. هسه الفالسيفورم ليجمنت، هاي مقدمه على السريع. It's a sickle shaped fold of peritoneum connects the anterior abdominal wall with the liver slightly to the right of the median plane. هسا انتم شفتوا انه دكتور حذف لنا الامبريولوجي، صح؟ مع انه انا شايف اصلا الامبريولوجي الوحيد اللي لازم ندرسه تبعيه الجي اي. الامبريولوجي الوحيد اللي لازم تندرس الجي اي، اذا درست الامبريولوجي للعلم يعني بتفهم كل شيء بالجسم الانساني الوضع الطبيعي. ولكن بس بدك تبلش تحفظ الاسامي للقصه، يعني الليسر رومنتوم والجريتر رومنتوم مش عارف ايش، اذا بتحضر فيديوهات امبريولوجي راح تفهمهن 100%، يعني بتصير تافهات جدا. بقول لك اثناء مرحله الحمل، تمام؟ الطفل هيك بيكون في عنده الجي اي تيوب اللي هو الانبوب اللي راح يصير جي اي تراكت بعدين، تمام؟ في عنده رابطتين زي هيك بالجدران تبعيه مين؟
الابدومينال وول، خلينا نربط بشكل كامل. هذول اللي احنا قبل شوي كنا نسميهم ميزنتري، وانا قلت لكم اللي بيكون باتجاه الظهر اللي هو فنفترض ان هون يعني العمود الفقري، هذا راح تكون الدورسال ميزنتري صح؟ اذا في دورسال معناته في فنترال صح؟ وهي هون فنترال ميزنتري، هي هون الفنترال ميزنتري تربط ما بين الاعضاء التي توجد في الجي اي تيوب وايش؟ والجزئيه الاماميه او الابدومينال وول نفسه، يعني بحاله هاي الصوره اللي قدامكم هيك راح يكون شكله. بس زي ما تشوفين الصوره مش موجود صح؟ ليش؟ لانه هو راح يتم تدميره او راح يتدمر اثناء نمو الطفل، الا في اجزاء معينه راح يظل له بقايا، هاي البقايا طبعا بالغالب تقع اغلبها فوق الكبد، يعني هون جايت بهالمنطقه تمام؟ يعني حرفيا 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 هو راح يكون في شيء بيربط الكبد بالانتيرير انتيرير ابدومينال وول، زي ما تشوفين الصوره بالضبط هيك راح يربطه، وهسه في صوره القصه. هسا في اكثر من واحد زي ما قلت لكم، اهمها اللي هو اللي يربط الكبد بالانتيرير ابدومينال وول بنسميه الفالسي فورم ليجمنت. فالسي معناها سيكل شيب، اي يشبه المنجل هذا تبع شعار الاتحاد السوفيتي، عرفتوه هذا اللي تبع الزراعه هيك بيجي زي علامه استفهام. هذا هو الفالسي فورم ليجمنت، اتس ا سيكل شيب فولد اوف ذا بيريتونيوم، انثناء في البيريتونيوم، هو ميزنتري صح؟ والميزنتري زي ما احنا بنعرف فيسرال بيريتونيوم، يعني هي جزء من البيريتونيوم، كونكتس ذا ليفر تو ذا انتيرير ابدومينال وول slightly to the right of the median plane، يعني شوي لليمين بربط الكبد بالانتيرير ابدومينال وول، then it descends to form the superior surface of the liver and the anterior surface then inferior surface of the liver. يعني هذا خلينا نروح صوره للقصه، هذا هو الفالسيفورم ليجمنت زي ما شايفين يوجد على الامام بربط الكبد بالانتيرير ابدومينال وول. هسه نركز مظبوط، بقول لك انه it descends from the superior surface of the liver to the anterior surface، يعني بنزل من السوبيريور سيرفيس او الجزء العلوي من الكبد لتحت، شو هذا بنسميها descending، تا الانتيرير سيرفيس الجزء الامامي من الكبد، then inferior surface of the liver بعدها من هون بلف لتحت هيك تمام. هسه from the posterior part of the inferior surface of the peritoneum، من الجزئيه البوستيرير الخلفيه، والانفيرير it reflected on the right kidney and the right suprarenal forming the layers of the coronary ligament. او خلينا النص هون نقرأ شوي شوي ونتبع على ايش هو بتحدث. هسه ركز معي، inferior surface peritoneum، نجي على الصوره هاي البيريتونيوم inferior surface، بقول لك راح يمشي هذا او مش الفالسي فورم ليجمنت، الطبقات نفسها اللي تحيط بالكبد الهيبيريتونيوم كنا نسميها، راح تتحرك تو ذا فرونت اوف ذا كيدني، هاي الكلمه هي هون جايه رايت كيدني لانه الكبد موجود على الرايت والرايت سوبرارينال، بتساوي شغله بنسميها الكورونري ليجمنت اللي هم هذا وهذا هون. هسه راح ندرس بشكل ادق بس انه مبدئيا خذ فكره عامه. هسه بوردرز اوف ذا فالسي فورم ليجمنت انتيريرلي، شو الامامي للفاسفورم ليجمنت اللي هو الابدومينال وول صح؟ attaches under surface of the diaphragm and the anterior abdominal wall، يربط ما بين الكبد والدايفرام والانتيرير ابدومينال وول، هي الدايفرام هيك جاي هي هيك بيجي، وصلت كيف؟ بربط الانتيرير ابدومينال وول والدايفرام، هذا موجود anteriorly posteriorly it's attached to the superior anterior surface of the liver، يربط او يوجد على السوبيريور والانتيرير، ما هون انتيرير والانتيرير سيرفيس اوف ذا ليفر، هذا هو الحد السفلي لإله تمام. الفري مارج كونكتس تو ذا امبيلايكس اوف ذا ليفر كونتين ذا راوند ليجمنت اوف ذا ليفر او ليجمنتم تيريز. هسه في اول شيء نورجيك الصوره الكامله للقصه، هذا هو شايفين كيف يربط الكبد هي الليفر تو ذا انتيرير ابدومينال وول، هذا اللي قدامكم شو بنسميه؟ فالسي فورم ليجمنت. وصلت كيف؟ هاي قصته بكل بساطة. هسه الفالسي فورم ليجمنت يوجد على السوبيريور اند انتيرير سيرفيس اوف ذا ليفر، واخر شيء له فري مارجن، يعني شو معنى فري مارجن؟ يعني نهاية حرة لإله اللي هو هي هون الفالسي فورم ليجمنت، او خلينا نجيب صورة عامة للكبد، او هاي الصورة خليها، خلينا نجيب صورة ثانية من هون، انا بدي صورة للكبد اناتوميك عشان تشوفوا القصة كيف بتصير. هاي هون هذا هو الفالسي فورم ليجمنت، بس انه كبده هو بدون ما يتحرك، يلا مش مشكلة هيو. هذا هو الفالسي فورم ليجمنت شايفينه؟ طبعا بقسم الكبد للعلم يعني من الامام لتو لوبز اللي هو الرايت لوب والليفت لوب، هيك احنا اصلا نقسم الكبد اللي هو عن طريق الفالسي فورم ليجمنت تمام؟ لاحظوا من تحت له نهايه حره تمام؟ هون النهايه الحره راح تتكمل وراح يصير في عندنا شغله جديده بنسميها الراوند ليجمنت اوف ذا ليفر، او اسم الثاني للليجمنتم تيريز اللي هم بهاي الصوره هيها، شايفين كيف؟ هذا هو الفالسي فورم ليجمنت هيو هيك جاي، نهايته الحرة راح ينتهي مع الكبد، بعدين راح في عندنا شغلة بنسميها ايش؟ أو يعني النهاية الكاملة له، بعدها راح يحتوي في داخله، خلينا نجيب الخرابيش، لاحظوا هون الجزئية الخضراء راح تمتد بعد ما ينتهي الليفر، ونسميها ليجمنتم تيريز. ليجمنتم تيريز للعلم هو بقايا أو ريمننت
لا بال يعني اللهم صل على محمد، ريمننت لفين، تمام، للامبليكال فين، احدى الامبليكال فينز اللي كانت تصب الكبد. خليني اورجيك صوره كمان القصه هاي كيف هو بتحرك باتجاه الامبلايكس، اتجاه السره. بربط الكبد بالسره نفسها. هيها شايفين كيف؟ هذا هو قدامكم ليجمنتم تيريز، بتظل نازله تحت تيصل الامبلايكس او السره، عشان هناك من زمان كان ايش، هو كان فين بس راح تحول من فين لليجمنت. البير اريا اوف ذا ليفر، البير معناها المنطقه اللي يعني اللي مش متغطيه، تمام، مش محتشمه، يعني المنطقه التي لا تغطى. واحنا تعرف انه بالابدومين هي فانا بضغط واحد اللي هو بيريتونيوم، فبالتالي هي المنطقه البير اريا التي لا تغطى في الكبد بالبيريتونيوم. bounded by the lower and upper layer of the coronary ligament. تصبرك كيف؟ on the posterior surface of the liver has no peritoneal covering. أول شيء has no peritoneal covering، هذا معناه البير اريا. هسه توجد على البوستيريور سيرفس اوف ذا ليفر، يعني الليفر من ورا راح تبين لي. طبعا بهالحاله ركزوا وين المنطقه اللي ما فيها بيريتونيوم، تصفن دقيقتين، هاي هاي صح، يعني المنطقه هاي البيريتونيوم، هاي هون، هاي وهاي، هاي وهاي، هاي المنطقه هون قدامكم لو انت بلون اخضر، هاي ما فيش عليها بيريتونيوم، لاحظوا انها جايه من ورا بوستيريورلي. bounded by the lower and upper layers of the coronary ligament. هسه نجيب صوره للكبد بشكل تام عشان نشرح لكم بالاخير ايش معنى الكورونري ليجمنت. هاي شايفين كيف؟ هذا هو الفالسي فورم ليجمنت باللون الاصفر، شايفينه؟ لما نطلع فوق على الموست سوبيريور بارت اوف ذا ليفر راح ينقسم ويساوي لي الكورونري ليجمنت. كورونري جاي من كلمه كورونا التي تعني التاج، وهي زي ما شايفين جاي على راس الليفر من فوق اي تاجه، صح؟ بتتقسم جزئيه يمين ويسار، وطبعا عند ممكن في صوره ثانيه لها؟ هاي 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 كويسه. زي ما شايفين هذا هو الكورونري ليجمنت، زي هيك جاي هيك، راح يكون في عندنا منطقة هاي لو انت انا باللون الاخضر هاي، او خلينا لو انها بلون جديد احمر، هاي المنطقة بنسميها البير اريا اوف ذا ليفر. لاحظوا انها وين جاي اول شيء؟ رايت لوب اوف ذا ليفر، جاي على البوستيريور سيرفيس اوف ذا رايت لوب اوف ذا ليفر. هسه هاي هي فكرتها. الميزنتري زي ما حكينا هي دبل فولد اوف ذا بيريتونيوم، زي ما شايفين هون هاي هي الميزنتري، هاي اللي هون اللي هي ساق اللي بنسميها الميزنتري، دبل لاير ثنائي الطبقه من البريتونيوم. سسبنس ذا سمول انتستن اند لارج انتستن فروم ذا بوستيريور ابدومينال وول، تعلق الاعضاء اللي موجود بالابدومين ترى كلهم بشكل عام، ولكن اهمهن اللي هو السمول ولارج انتستن، تمام. ذا روت اوف ذا ميزنتري از ذا بوينت وير ذا ميزنتري اتاتش تو ذا بوستيريور ابدومينال وول اند از ريفير از ذا بير اريا، المنطقه التي لا تغطى بالبريتونيوم. هسه نشوف الهي الصوره صح، طيب مرة ثانية، طبعا هذا فالسي فورم ليجمنت، من تحت راح صرف عندنا الراوند ليجمنت اوف ذا ليفر او ليجمنت امتيريز. هون البير اريا زي ما حكينا، هون راح تيجي تقريبا، شو كمان بدنا، هيها شوف كيف هاي الميزنتري لما تتجمع واحد اثنين ثلاثة أربعة منهم كلهم راح تسوي لها المنطقة اللي هون بنسميها الروت اوف ذا ميزنتري او الميزنتري بروبر، راح تتجمع طبعا الدورسال وول او تتجمع لترتبط الأخير بالجزئية يعني الداخلية من الظهر، تمام. هسا هذا هو المذكور هون، وهاي المنطقة بنسميها البير اريا اللي هم هاي المناطق، شايفين كيف؟ يمشي مبين مزبوط، بس يعني هذول شايفينها بدي الونها باللون الاحمر، هاي المناطق مش مغطاة يعني بشكل كبير بالبيريتونيوم، لانه هناك البيريتونيوم راح ينزلق وما راح يرتبط بهم مباشرة. Due to the range of the abdominal organs and the mesentery envelopes, the root of the long narrow has an oblique orientation from the left side of the L2 vertebra to the right sacroiliac junction. هسه اول شو وظيفه الميزنتري؟ الميزنتري بكل بساطه هدفها انها تعلق الاعضاء انها ما تتحرك براحتها، بس نفس الوقت تعطيها مجال للحركه بشكل اساسي، يعني بتكون لا انها ملزقه بشكل قوي ولا انها حره بشكل كبير. فلاحظوا انه هسه هي ما تقدر تتحرك للامام كثير صح، لانها معلقه، بس بتقدر تتحرك يمين ويسار صح، فماخذه حركتها او ماخذه حريتها في الحركه. طبعا هي النقطه، خلينا نرجع للصوره مره ثانيه، هاي مثلا الصوره، هذا هو السيكرم، هيو هيك، هذا هو الكوكسكس، هاي هي الفايف الفور، او ممكن نغلط، لا صح الفور الثري التو، على مداهم تقريبا هاي يساوي روت اوف ذا ميزنتري اللي هو مكتوب لكم اياه هون. يعني هاي الصورة ممكن مش يعني فيها اختلاف شوي، بس زي هيك تقريبا تيجي. It has a two borders, attached border to the posterior abdominal wall, free border which encloses the jejunum and the ilium. عندها حدين، هاي مين؟ الميزنتري، الميزنتري من الامام اللي هو بوستير، او عفوا تتصل من الخلف posterior abdominal wall اللي هو هاي هالحد، والحد الامامي اللي الها اللي هو البير اريا،
مناطق اللي ما بتكون مغطاه من ايش، من الجوجنم والايليوم او اللي هو يعني سمول انتستين. فانكشن بكل بساطه كثير كثير تفاهات الفانكشن، ما في داعي ان تدققوا بيها. انتم اذا فهمتوا انه هي تعطي حركه للسمول انتستين هذا كلياته بديهيات. سسبندز ذا سمول لارج انتستين فروم ذا بوستيريور ابدومينال وول، تعلق الامعاء من البوستيريور ابدومينال وول. تو لايرز اوف بيريتونيوم كونكتنج ذا سمول اند لارج انتستين تو بوستيريور ابدومينال وول، تربط السمول واللارج انتستين بالبوستيريور ابدومينال وول. انكرينج سمول اند لارج انتستين تو ان بليس وايل ستيل الاونج سم موفمنت، تربطها وبتثبتها بالظهر او المنطقه الخلفيه. بنفس الوقت بتعطيها رينج اوف موشن، يعني تقدر تتحرك زي ما بدها، او يعني تعطيها تعطيها يعني حركه معينه لهي الاعضاء. provides a conduct او conduit for blood vessels nerves and lymphatic vessels between the two layers. انا ما راح اشرح كلياته، ما راح اشرح بس البلاد فيسلز او الارترز كيف تيجي، وانتم الباقي بتقدروا تطبقوا على نفس الفكره. هاي هون عندنا السباينال كورد، خلينا نلون لكم اياه بالالوان الاعصاب، اصفر احمر وازرق. حلو، هون السباينال كورد، هي هون بالانتر بالفورامينا، هاي انتر فيرتيبرال فورامينا، تمام. هي هون شايفين كيف، هاي هون الايورتا جاي الانتيرير تو ذا فيرتيبرال كولوم، هون طبعا انفيرير فينا كاف راح يكون جنبه. لاحظوا انه كيف بغذوا الاعضاء، مش انه بيخترق البيريتونيال كافيتي بروح للعضو نفسه، لا بقول لك انه بكل بساطه. فنفترض اخذنا الاستمك، راح يجي هيك الشريان، راح يمر بالدبل لاير، يعني راح يمر بالميزنتري هيك، تمام. نفس القصه طبعا الاعصاب هيك، فكل التغذيه راح تكون من الميزنتري. فانت بكره صرت جراح يعني وبدك تمنع بلاد سبلاي على عضو معين، مباشره بس تحط الكليب او هذا مش عارف ايش اسمه اللي هو الملقط، ملقط الحديد هذا، بتحطه على الميزنتري وخلاص قطعت انت البلاد سبلاي عن العضو الفلاني. طبعا امثله على الميزنتري بكل بساطه، في عندنا اول شيء اللي هو الروت اوف ميزنتري او الاسم الثاني المذكور عند الدكتور اللي هو ميزنتري اوف ذا سمول انتستين او الميزنتري بروبر. ميزنتري بروبر اللي هو مين؟ هاي هذا قدامكم كلياته، هذا هو الميزنتري بروبر شايفينه. هسه ترانسفيرس ميزوكولون، هسه اسمها ميزنتري صح؟ هسه بقدر اعطيها اسم ثاني بناء على العضو اللي تغطيه، اسمها ميزنتري. اذا غطت الكولون شو بسميها؟ ميزو كولون. كيف؟ شو الميزوكولون؟ هي الميزنتري اللي بتغطي الكولون. طبعا اي واحد ترانسفيرس يعني هذا بيجي لحال زي ما شايفين، هذا هو الترانسفيرس كولون بيجي لحال له قطع لحال. هذا طبعا تربط الترانسفيرس كولون لا ايش البوستيرير وول. ميزو كولون اللي هو الميزنتري التي ترتبط بالكولون، يعني مين؟ يعني هاي هون. طبعا اتوقع مبين بس السمول لارج انتستين بس او السمول انتستين كلها، بس اللارج انتستين جاي زي هيك كمان متصله عن طريق نفس القصه. وهذا هو المذكور هون. طبعا كل هالقصص اللي هون في منهن يا بدي راح اشرحها تحت، وفي منهن يعني انهم بديهيات فيش داعي اقراها عشان ما اضيعش وقت. ليفت اند رايت ميزو كولون اللي هو الفلاتند اجينست ذا بوستيرير وول اند اللي موجوده طبعا على الرايت على الليفت، فتربط الاسندنج والديسندنج كولون تو بكم سكندري ريتروبيريتونيالي. نيجي لهون، هاي هي تقريبا هاي هي هون، هو مش مبين الصوره بس هاي الاسندنج هذا الديسندنج كولون جايات على اليمين وعلى اليسار. في عندهم شويه بتساعدهم ميزنتري لتثبيتهم في مكانهم، طبعا هذا وهاي الميزنتري ما رح تغطيهم بشكل كامل، تمام. هما الميزنتري زي ما تعرفها او شو معنى تعرف الانترابيريتونيال اورجان اللي تغطيها ميزنتري، هون الميزنتري ما راح تغطيهم بشكل كامل، في اجزاء منهم واجزاء لا، مش مهم القصه يعني. لانه انا لو مكانك بحفظ الاسامي بشكل عام، واصلا هي الاسامي بتقول لك شو هي. ميزو سيكمويد يعني الميزنتري التي تغطي السيكمويد كولون، تمام. ميزو ريكتم الميزنتري التي تغطيها الريكتم، وهكذا. وصلت كيف؟ بس يعني الباقي هاي الشغلات اللي هون يعني يا اما بديهيات يا اما بدي اشرحها لتحت. هسه In the gastrointestinal tract there are six flexures of note. شو معنى flexure؟ flexure بالاناتومي معناها الانثناء، تمام. عندنا مليون انثناء مش ستة بس، عندنا مليون انثناء بالجي اي تي، بس انا اللي بدنا ندرسها احنا اللي هم البيسك flexures، او تعرفوا هاي الصوره هون جبتها انا، هيها الفليكتشرز زي ما قلنا الانثناءات التي تحدث في الجهة القناة الهضمية. هسه هون هاي الانثناءات شو وظيفتها؟ ليش احنا بنعرفها؟ لانه اغلب الانثناءات بتقول لي وين بينتهي استراكشر وين ببلش استراكشر ثاني. تعرف انتم ما فيش بوابة تقول لي والله هي انتهى عندك مثلا دودنة مبلش عندك الإيليوم، لا، في عندنا او الجوجنم عفوا، في عندك شغلة بتساعدك في تفسير مكان الانتهاء الاول والاخر. اول شيء في عندنا دودن جوجنال فليكتشر، ركزوا بها، دوادنال او دودنال يعني من دودنم، جوجنال اي من الجوجنم، فبالتالي هي ما بين الدودنم والجوجنم. هاي الدودنم، هاي الجوجنم باللون الاصفر، فليكتشر اي انثناء فهو يقع ما بينهما. فلو قيمها شويه شوفين هذا الانثناء، هذا هو نهاية الدودنم، هون كل هذا اللي ببلش هون هذا هو كل الجوجنم. يعني انت بتقدر تعرف وين بينتهي الاول وبين بينتهي
او وين بيخلص احداهم وبيبلش الثاني، قصد كيف؟ هذا هو دودنو جوجنا فليكتشر. تحرك شوي لتحت بتلاقي الاليو سيكل، الاليو من الاليوم، هاي الاليوم، سيكل من السيكم اي الامعاء الغليظه، فهذا هو الاليو سيكل هون جاي. طبعا هم بالصوره مش باين انه انثناء كامل، بس هو جاي هيك انثناء يعني ساوي زي حرف الفي او حرف اليو. في عندنا الهيباتيك وفي عندنا السبلينيك. الهيباتيك اللي هو هون اطلع شوي لفوق راح يكون فعلا انثناء، هون كمان انثناء، هذا الانثناء راح يعني يقابله هون الكبد راح يكون موجود، من هيك بنسميه الهيباتيك فليكستشر. هون راح يكون في عندنا السبلين، فاللي هي بنسميه سبلينيك فليكستشر. تمام، هسا كمان في عندنا شو ظل؟ في عندنا بتوين ذا ديسندنج اند سيجمويد، بتوين ذا سيجمويد اند ذا ريكتم. في عندنا كمان بتوين ذا descending، او خلينا نغير اللون، هاي descending وهذا هو السيكمويد، بيناتهم في ثناء، هذا من between the sigmoid and the descending colons. وفي عندنا ما بين السيجمويد، هذا هو السيكمويد اللي جاي بحرف الاس، والريكتم هون، هاي نقطة الثناء، هاي كمان سادس واخر فليكشر بدنا اياها. These flexures are often used to mark the distinction between different portions of the mesentery. عشان تقول لي وين انت صرت بالامعاء، وبالتالي اذا انت بتقول لي وين صرت انت بالامعاء بعرف اميز او بقدر اميز انه اي mesentery هاي. اذا المزنتري هاي بتغطي الكولون بسميها الميزوكولون، اذا كانت هسه مثلا ترانسفيرس كولون بسميها الترانسفيرس ميزوكولون وهكذا، فهو بيقول لي وين بالضبط انت وصلت. على السريع البيريتونيال ليجمنتس، شو هم البيريتونيال ليجمنتس؟ هم ليجمنتس اي اربطه تربط ستراكشرز ببعضها البعض او ستراكشرز بالجدار المحيط بها وتصنع من البيريتونيوم، فهي نتيجه انثناء البيريتونيوم بعضه ببعض. هم زي مثلا على سبيل المثال نرجع للصوره هون، زي الجاسترو سبلينيك مثلا، زي مثلا الفاسيفورم ليجمنت زي ما شايفين هون طبقتين بيلتحوا مع بعض وبربطوا مثل بهذه الحاله الليفر بالاتيريور ابدومينال وول. في عندنا على سبيل المثال في عندنا الفاسيفورم، في عندنا الكورونري، في عندنا الرايت اند ليفت تراينجولار ليجمنتس ذات كفر ذا ليفر، في عندنا الاومنتم. تمام، الاومنتا نفسها تو لايرز اوف بيريتونيوم ذات كونكت ذا ستامك تو ذا انذر فيسرس. تمام، الاومنتم شو تعريفها؟ بقول لك اللي هي تربط المعده بشغله ثانيه، بحاله الليسر اومنتم كانت تربط المعده بالكبد، بحاله الجريتر اومنتم كانت تربط المعده بايش؟ الترانسفيرس كولون، صح ولا لا؟ هسا في عندنا الاومنتم، في عندنا اول شيء الليسر اومنتم، في عندنا الجريتر اومنتم. الليسر اومنتم زي ما بنعرف اللي هو الليسر اومنتم الذي يربط الليسر كيرفيتشر اوف ذا ستمك وذ ذا اللي هو بورتا هيباتس اوف ذا ليفر. في عندنا الجريتر اومنتم اللي بيربط ما بين الجريتر كيرفيتشر من نفس الاسم جريتر كيرفيتشر اوف ذا ستمك تو ذا ترانسفيرس كولون، صح؟ وفي عندنا الجاستروسبلينيك اومنتم which connects the gastrum to the spleen، صح ولا لا؟ في عندنا الميزنتريز اللي درسناها، الميزنتري بروبر مش عارف ايش. في عندنا الليجامنتم اوف تريدز مش تيريز، تمام؟ تريدز مش تيريز، هذا ميد اب اوف ذا تو بارايتال بيريتونيوم فولدنج جو تو ذا انجل وير ذا فورث بارت اوف ذا دوادم كمز تو كوميونيكيشن وذ ذا جوجنم اند هولد ذيس انجل. هذا كله تحكم عند الدكتور، يعني تقدر انت ما تدرس اصلا، شايفينه؟ هذا ركزوا بس اسمه تريدز مش تيريز، تيريز هذا تبع الكبد، الراوند ليجمنت اوف ذا ليفر هو نفسه الليجمنتم تيريز، هذا تريدز اللي هو بكل بساطه جاي بيقول لك ما لقيت له صوره طبعا، مو الشغلات الصعبه هيك بتلاقي لهاش صور، شغلات سهله بتلاقي عليها مليون صوره، ما الصعبه ولا بتلاقي لها صوره. طبعا هاي الستمك مره ثانيه، هاي الجاستروسبلينيك اللي انا بربطه مع السبلين، هون راح يكون الليفر ومش باين بالصوره بس بما انه بيرتبط مع الستمك، هاي الجاسترو او هيباتوغاستريك ليجمنت، هون كمان مش باينه كده، ما مش عارف كده طلع صورة، ما اتوقعش فيه او لا. دقيقة خلنا ارسم لكم تخيل القصة ليش. خلص خلنا نجي للدوادنم نشوف صورة كاملة له، هاي هيك بيجي تقريبا، هون راح يكون الدوادنم بيساوي زي هيك انثناء، هو هيك جاي تمام بكل بساطة، هو باللون اصفر هيك بيجي، ما مش مهم لنا يعني كثير عشان اغلب الشغلات هاي مش من سلايدات، هاي حكي الدكتور نفسه، وانت بتعرف ان الدكتور بيلتزم بالعاده بالسلايدات. طيب هسه بيريتونيال ريسيسيز اند سبيسز، تمام؟ قلنا ريسيسيز اللي فراغات صغيره. اول شيء في عندنا الدوادينال ريسيسيز، هسه هذول ما صعب اورجيك الصور لهم او فيش داعي اورجيك صور، بس بكل بساطه اغلب الريسيسيز في منها واحده سوبيرير، واحده جايه من فوق العضو، واحده انفيرير، واحده جايه من تحت العضو، واحده لورا ريترو، يعني جاي من ورا العضو هذا. فاول شيء بحاله الدوادنم في عندنا السوبيريور دوادنم جاي فوق الدوادنم، خلينا نجيب صوره للقصه من هون، ممكن هيك واحد جاي فوق الدوادنم، طبعا هي هون اتوقع بتيجي زي هيك. تمام، في عندنا الانفيرو دوادنم يعني جاي من تحت الدوادنم يعني جاي هيك، في عندنا الريترو اي جاي من ورا، يعني لو انا طليت للدوادنم من ورا
هاي ها ريترو اكسسيس، فان هاي بارد وادن هو ريليتد تو ذا ميزنتريك فين. هاي طبعا حكي الدكتور هي هون راح تكون تقريبا هيج، تمام. هاي بارا يعني حوالينه. سيكل ريسيسيز، سيكم اول شيء اللي هو جزئيه من الامعاء الغليظه، هاي وين الصوره، هاي ها. هذا هو السيكم، شايفينه؟ هسه نجيب الخرابيش ونبلش يعني نحط الافكار. اول شيء في عندنا طبعا السيكر سيس ذا جريت مومنتوم ات ذا ليفل اوف ذا سيكم كريتس تو فولز. الجريت مومنتوم هناك راح يخلق انثنائين، واحد نسميه الفاسكولار فولد وواحد بلادلس فولد. الفاسكولار فولد اللي راح يحتوي فيسلز فروم ذا ميزنتري اللي هو سيكل ارتري راح تروح من هذا الانثناء، وفعلا البلادلس ذات هولد ذا لور ريج اوف ذا سيكم تو ذا ميزنتري اوف ذا سمول انتستين. بكل بساطه في يعني واحد بيجي من الميزنتري من الظهر يعني زي ما قلنا بيحمل الشريان والوريد ومش عارف ايش للسيكم، وفي واحد ثاني بيطلع بساعد في تثبيت السيكم في مكانه زي هيك جاي بس ما فيه ايش دم، فايش بسميه بلادلس فولد. ذيس تو فولدز كريت ذا سوبيريور انفيرير اليوسيكال ريسيسيز. في عندنا هنا 3 ريسيسيز، في عندنا واحد سوبيريور فوقيه هون اتوقع راح يجي هون وهون هيك، في واحد انفيرير جاي من تحت، في عندنا واحد من ورا ريترو. فانتوا هيك تتذكرها، انتوا بتقول اسامي شو بدكم الباقي، انت بدك تحفظ الاسامي للقصه. لو ورجتك صور القصه ما اني دورت للعلم يعني، بس هون في صور السلايدات هي بتساعدنا. هي باراكوليك قطر مش عارف ايش في كمان، لا في واحدة ثانية كانت انا خابر هاي شايف هذول بيساعدوا، بس يعني لو شفتهن انت شو ما يعني ما بتساعدكيش بالحفظ، فانا بدي اساعدكم كيف تتذكروا. هل هو في واحد دائما سوبيريور واحد انفيريور واحد ريترو اللي هو جاي من ورا. طيب هسه الانتر سيجمويد ريسيسيز اللي بتوين ذا سيجمويدز سيتويتد ات ذا ايبكس اند لوكس في شيبد، او شرك جو السيجمويد اللي هو هذا هيك، تمام. هون راح يكون في عنا ريسيسيز جايه او ماخذه شكل حرف في. انا بدي اورجيكم كيف شكلها راح يكون. At the root of the sigmoid mesocolon its mouth opens downward، هيك راح يكون شكلها، تمام. راح يكون ماخذ شكل حرف في صح، الماوث اللي هو هاي منطقه راح يكون داونورد لا تحت مكشوفه، ويعني للانفيرير سايد. ذا سب فرينيك، سب معناها تحت، فرينيك اي اللي هو نسبه ال الديافرام، الفرينك لما تشوفوها معناته ديافرام اللي هي هذول سب فرينك. هاي ديافرام اللون الاحمر هاي هون تحتيه الفراغ تحتيها بنسميه سب فرينك ريسيسيز او سبيسز. طبعا موجودات على الرايت سايد والليفت سايد واللي بيفصل ما بينهما الفالسيفورم ليجمنت. ف خلينا نشوف صوره القصه هون، هاي هون راح يكون. طبعا تخيلوا انه هون في جايز القبه هيك الدايفرام هذا لون هيك، تمام هيك راح يكون في عندنا الفاسي فورم ليجمنت راح يقسم المكان الفراغ تحت ال اللهم صل محمد تحت الدايفرام لقسمين، واحد يمين واحد يسار زي ما شايفين. هذا هو مثلا اللي راح يكون اليسار هذا الليفت، وهون باللون الازرق راح يكون اليمين هذا الرايت. طيب واخر شيء عندنا الباراكوليك كاترلايز لاترال اند ميندر تو ذا اسندنج ديسندنج كولون ريسبكتيفلي، اللي هو الباراكوليك يعني حوالين الكولون نفسه، الكولون هو الامعاء الغليظه، الكولون نفس الامعاء الغليظه او اللارج انتستين، فهذا راح يكون حواليهم ميديال اند لاترال ميديال تو ذا اسندنج لاترال تو ذا ديسندنج ريسبكتيفلي. الانرفيشن اوف ذا بيريتونيوم اللي هو الاعصاب الغذيه البيريتونيوم، اول شيء الفيسرا البيريتونيوم زي ما قلنا هي التي تغطي العضو مباشره، فيسرا صح، فبالتالي انت هاي ما راح تقدر تحسسها يعني ما راح بيجيك الام اذا صار بيها ضرر. It's sensitive to stretch and tearing. It's innervated by the autonomic afferent nerves which supply the viscera. يعني بغذيها الاوتونوميك نيرف سيستم اللي هو الجهاز الذاتي مش احنا مش السوماتيك، فانت ما بتقدر تحس بيها هاي. طبعا هاي هون الاوتونوميك بتحسسها للديستنشن او التوسع والتيرنج اذا صار في عندنا تمزق هناك. فعلى سبيل المثال اذا صار في توسع بالمعده راح يصير افراز الاستيل كولين صح ولا لا، عشان يحفز الافراز الجاستري اللي ممكن درس فيسيولوجي زي هيك. فان البرايت اللي هي جايه على الطرف هاي طبعا حساسه للبي دبل بي دبل تي اللي هو البين البريشر تمبريتشر والتاتش، حساسه لهم الاربعه. هاي طبعا بغذيها لاحظوا انه سوماتيك نيرفز يعني هاي تقدر انت تحس بيها، تمام. يعني اذا صار بيها ضرر راح يجيك الم، اللي هو في عندنا لور 6 ثوراسيك نيرفز اللي هو الثوراسيك نيرفز بتيجي من سبايدال كورد تي 7 لا تي 12 طبعا عددهم 6 لانه تي 7 تي 8 تي 9 تي 10 تي 11 والاخير تي 12، فلو تعدوهم بيطلع معك 6. فعندنا الفيرست لمبر، فعندنا هذا سنترال بارت اوف ذا دايفراجماتيك از انرفيتد باي ذا فرينيك نيرف، كيف تتذكرها الدايفرام عنده راح يغذيها وهذيك المنطقه البرايت البيريتونيوم راح يغذيها عصب تابع له صح تابع للدايفرام اللي هم مسميه الفرينيك نيرف،
فريندك نيرف لما تسمعوه مباشرة لازم يخطر ببالك اللي هو، أو كلمة فرينو لما تشوف أنت مباشرة يخطر ببالك الدايفرام، تمام؟ فالجزئية من براية البريتونيوم اللي بتكون قريبة من الدايفرام راح ياخذها عصب تبع الدايفرام اللي هو الفرينك نيرف، صح؟ العلم الفرينك نيرف جاي من السيرفايكال ريجن السباينال كورد. براية البريتونيوم اوف ذا بيلفس از سبلاي ذا اوبتريتر نيرف. هسه نشوف هون او لا، مش ولا هاي صح. هاي البيرتوني بهالمنطقة راح يجي هون عصب نسميه الاوبتريتر نيرف، راح اغذيه كلياتن بهاي المنطقة هاي، شايفينها؟ هيك خلصنا اتوقع. هيك خلصنا، اتمنى انكم استفدتوا من المحاضرة وفهمتوا اجزاء المحاضرة المهمة، واذا حدا عنده اي اسئلة ما يتردد يبعث لي، ويعطيكم الف عافية.